الإغريق، شعب ظافر متغطرس، باسل مقدام. هؤلاء كانوا الرجال والنساء الذين وضعوا الحجر الأساس للحضارة الغربية. لعل أنصابهم تذكر بأكثر قرنين عراقة في التاريخ، وهي حقبة رأى العلم والسياسة والفلسفة والأدب والمسرح فيها النور، حقبة شهدت ولادة هندسة لا نزال نحاول محاكاتهما اليوم. حقق الإغريق هذه الإنجازات جميعها على خلفية من الحروب والنزاعات، فقد هزموا جيوشاً وأساطيل وإمبراطوريات تفوق حجمهم بأضعاف، وبنوا إمبراطوريتهم الخاصة التي امتدت على طول المتوسط. حكمت أساطيل الإغريق الحربية البحار مدة وجيزة، لم يكن لازدهارهم نظير. لم تحقق هذه الإنجازات التي ستصقل عالمنا شخصيات محاها الزمن، وإنما رجال ونساء ما زلنا نستطيع سماع أصواتهم واتباع حياتهم اليوم. رجال من أمثال ثيميتوكليس، أحد أعظم القادة في العالم، وبيريكليس السياسي ذو الرؤية والحنكة، وسقراط أعظم فيلسوف في التاريخ. هذه قصة شخصيات مذهلة، وقصة ارتقاء حضارة غيرت وجه العالم. عام 508 قبل الميلاد، في مدينة اسمها أثينا، وهي مدينة صغيرة في اليونان، سادت الضوضاء الشوارع. وقف الشعب في وجه الحكام يطالبهم بالحرية بعد قرون من القمع. في تلك الأثناء كان رجل يراقب الأحداث، وهو رجل من النبلاء يدعى كلايستنس. ترعرع كلايستنس منذ نعومة أظافره ليكون حاكما ينظر باحتقار إلى العامة من الناس، لكن تلك الليلة ستكون نقطة تحول في حياته وفي تاريخ اليونان وتاريخ الحضارات. في لحظة من الإلهام رأى كلايستنس أن لذلك الشعب الحق في الحرية وصنع مصيره الخاص وحكم نفسه بنفسه. أرشد كلايستنس بهذا القرار مواطنيه اليونانيين إلى درب الإمبراطورية. يرجح المؤرخون أن كلايستنس ولد عام 570 قبل الميلاد. كان من المستحيل أن يتحول إلى رجل من الشعب، لأنه ولد في كنف إحدى أثرى الأسر في اليونان، وكان منزله قصرا بحسب معايير تلك الحقبة. كانت عائلة كلايستنس تدعى الألكمنديين، وكانوا سلالة ثرية وعريقة في السياسة. ترعرع في عالم تسوده المميزات،
عالم ترى فيه نخبة الرجال حصولها على مميزات أمرا مسلما به. تعد الرواية حول أصل ثروة عائلة كلايستنس رواية نموذجية من بلاد الإغريق، وهي قصة مثيرة للفضول نصفها ضائع في الأساطير. قال المؤرخ الإغريقي الأول هيرودوتس إن جد كلايستنس قدم ذات مرة خدمة إلى ملك عظيم يدعى كريزس، وهو ملك فاحش الثراء. في المقابل قيل له اختر هدية من تراب الذهب من ثروة كريزس، ولكن وفقا لهيرودوتس لم يستطع جد كلايستنس كبح جماح نفسه، فملأ جيوبه بالذهب وحشى كل ثقب في جسده من أذنيه إلى فمه بتراب الذهب البراق، ثم ذر بعضه على رأسه وشعره. ويكتب هيرودوتس إن ذلك المشهد راق الملك كريزس، فسمح له بأخذ كل الذهب الذي حمله وأضعافا منه أيضا. لكن مهما كان مصدر ثروة آل كلايستنس، فلا شك في أنهم استخدموه استخداما فعالا لكسب السلطة. تعلم الصغير كلايستنس منذ نعومة أظافره أنه إغريقي أرستقراطي من عائلة عريقة وعضو من الطبقة الحاكمة. في القرن السادس قبل الميلاد أمسك هؤلاء الأرستقراطيين بزمام الأمور في مدينة كلايستنس، وهي مدينة صغيرة تدعى أثينا. تقع أثينا في وسط شبه جزيرة على حوض المتوسط، عرفها كلايستنس باسم هايلس وندعوها اليوم اليونان. في شباب كلايستنس بدا مستحيلا أن تحكم هذه المدينة إمبراطورية. ليست طبعا ما قد ندعوه مدينة، ولا مجال لمقارنتها بمنهاتن. تقع في وسط أثينا مبان عامة، ولكن ما عدا ذلك علينا أن نتصورها ذات طابع قروي وسكني. شيدت المدينة حول الأكروبوليس، وهو منحدر صخري ساحق ومعقل يستطيع الأثينيون منه ردع هجمات جيرانهم. في الشوارع الضيقة المحيطة بحصن أكروبوليس تلاصقت منازل المزارعين والتجار الوضيعة. كان معظم المنازل على الأرجح من الطين، وخلت المدينة من نظام لتجميع المياه المبتذلة. الأمر شبيه جدا بالتجوال في قرية من العالم الثالث. كنت تستطيع من دون شك شم رائحة أثينا حين تصبح على مقربة منها. قضى الرجال حياتهم في الحقول أو مارسوا حرفا بسيطة، أما النساء فقضين النهار معزولات في المنازل يطبخن ويغزلن ويحكن. كانت القراءة والكتابة مهارتين نادرتين بالنسبة إلى أولئك الأثينيين، وافتقرت حياتهم إلى أي أثر قد ندعوه علما أو طبا، وكان معدل العمر المتوقع أقل من 15 عاما. أظن أن الفكرة القائلة إن الحياة في بلاد الإغريق كانت قذرة وقاسية وقصيرة فكرة دقيقة جدا. لا ريب في أن الحياة كانت قاسية جدا. لم يكن مجتمعا ينعم بالمساواة، فقد عاش العامة من الأثينيين تحت ربقة الأرستقراطيين مثل والد كلايستنس. كان المحيط السياسي التقليدي الذي أتى كلايستنس منه خاضعا لعدد قليل من الرجال وضعوا يدهم على السلطة السياسية.
وآخر ما قد يخطر في بال النخبة الإغريقية التقليدية هو أن شعب أثينا شعب كريم. رأى الفيلسوف اليوناني أرسطو أن الجور يسود هذا العالم. كان البلد برمته تحت سلطة قلة من الرجال. كانت حالة العبودية أصعب الأمور وأكثرها مرارة على الشعب، ولكن ذلك لم يكن سبب سخطهم الوحيد، فالواقع أنهم لم يحصلوا على أي دور أو حصة في شيء. كانت أثينا نوعاً ما منقلبة على نفسها، وكان قليلون من النخبة يمسكون بزمام السلطة على حساب بقية المواطنين. بدت أثينا التي سيطر عليها الأرستقراطيون المشغولون فقط بالحفاظ على سلطتهم بعيدة كل البعد عن بناء إمبراطورية عظمى. لكن اليونان أيضاً بدت غير قادرة على بلوغ العظمة. إن نظرت إلى عالم اليونان الجغرافي لا تجده مكاناً قادراً على إنتاج حضارة عظمى، فالجبال بكل بساطة كثيرة فيه. لم تتمتع اليونان بالوحدة الجغرافية التي تقرن إجمالاً بالحضارات العظمى في التاريخ القديم. نمت الحضارات العظمى في حقبة كلايستنس حول الأنهر والسهول الخصبة الممتدة على ضفافها. إلى الجنوب من اليونان تقع مصر التي ضمن تدفق النيل استمرار حضارتها على مدى 2000 عام تقريباً. وإلى الشرق تقع الإمبراطورية الفارسية، حيث يجري نهرا دجلة والفرات. هذا كان مهد الحضارة. ومضماك الدول الأولى في العالم. لكن جغرافيا اليونان لم تتضمن سهولا شاسعة، بل كانت هذه الطبيعة غنية بالسلاسل الجبلية. بعيداً عن البر الرئيس تتناثر جزر صغيرة لا تحصى ولا تعد. بدا من المستحيل أن يسيطر حاكم وحيد على هذا العالم المشتت. عوضاً من ذلك قسمت اليونان إلى بضع دويلات صغيرة عرفت بالمدن الدول، وتمتعت كل واحدة منها باستقلالها التام وثقافتها وتاريخها. في عهد كلايستنس بلغ عددها 1000 مدينة ودولة تتصارع فيما بينها على الأراضي والسلطة. لم تكن يوما موحدة سياسيا، وخصوصا في الفترة الكلاسيكية. عوضا من ذلك سعت كل دولة إغريقية أو كل بوليس للحفاظ على استقلالها الخاص، فنجحت حيناً وأخفقت حيناً آخر. في مطلع القرن السادس لم تكن أثينا أكثر هذه الدويلات سلطة أو أهمية. استمرت مدينة أرغوس 1000 عام، ويرقى تاريخها إلى الأيام الأسطورية لحرب طروادة. سيطر الكورنيثيون على تجارة الإغريق، سطت سفنهم على المتوسط، فكانت تبحر ذهاباً وإياباً من مصر والإمبراطورية الأشورية وإيطاليا. لكن مدينة واحدة تمتعت بقوة عسكرية، وبدا في وسعها السيطرة على موطن كلايستنس. في الجنوب وحول نهر أوراتس تقع دولة إسبارتا، تربى الإسبرطيون منذ طفولتهم ليكونوا جنوداً، تربوا في الحقول وأبعدوا عن عائلاتهم،
وتركزت حياتهم على الانضباط والحرب. كانت الثكنات محور حياة الرجل الإسبرطي، وكان يتربى ليصبح رجلا عسكريا. عاش الإسبرطيون حياة بعيدة كل البعد عن وسائل الراحة. كانت ممتلكاتهم يسيرة جدا فيما خلا أسلحتهم وعباءاتهم المصبوغة بالأحمر لإخفاء دمائهم أو دماء ضحاياهم. تربى الإسبرطيون على مواجهة جميع الأخطار وكل أنواع الروايات، وأفضلها يدور حول رجل ثري زار إسبرطا وتناول الطعام المحلي هناك، فقال إنه يفهم اندفاع الإسبرطيين إلى الموت، لأن الموت كان ألذ من تناول طعامهم. كان إسبرطيون شعبا توسعيا عديم الرحمة. في عهد كلايستنس كانوا قد غزوا المناطق المجاورة برمتها، أي أكثر من 10,000 كيلومتر مربع، واستعبدوا الشعوب المهزومة التي عرفت بالهيلوت. أجبر الهيلوت على العمل في حقول سادتهم الإسبرطيين وخضعوا لحكم استبدادي. شن الإسبرطيون يوميا الحرب على الهيلوت، وكان الهدف من ذلك تعزيز هويتهم على أنهم شعب محارب، وإعطاء طابع شرعي لقتل الهيلوت. وكانت تصفية الهيلوت المختلفة عن عملية القتل العادية عملاً شائعاً جداً. إن كان من جزء في موطن كلايستنس قادراً على بناء إمبراطورية، فهو إسبرطا من دون شك. لقد شكلوا خطراً محدقاً يلوح دوماً في الأفق. هذا كان عالم كلايستنس في طفولته. ترعرع في عائلة نخبوية لا يهمها سوى مصالحها، وفي دولة شكلت قوة هامشية. كانت بداية عسيرة لرجل أراد أن يضع اليونان على درب الإمبراطورية. لكن حلما واحدا لطالما أشعل قلب كلايستنس، وهو الرؤية اليونانية الفريدة للعظمة التي قد يحققها الإنسان. إن كان من مصدر إلهام ألهب مخيلة كلايستنس ومواطنيه الإغريق، فهو مجموعة قصصهم ورواياتهم وأساطيرهم القديمة. جاب الشعراء الرحالة البلاد وقصوا هذه الحكايات على من يدفع. في تلك الحقبة حفظ هؤلاء الناس الذين لا يجدون الكتابة أكثر من 1,000,000 بيت شعري عن ظهر قلب. يسهل أن نقلل من أهمية الذاكرة البشرية حين نعيش في ثقافة مثل ثقافتنا تعج بآلات التسجيل. قبل أن تصل الأبجدية إلى الإغريق، يبدو أنهم استطاعوا حفظ مقاطع كبيرة من الشعر وتناقلها عبر الأجيال بطريقة مثيرة للإعجاب. تردد هؤلاء الشعراء الرحالة إلى مدينة أثينا في طفولة كلايستنس، ولعل هذه الأقاصيص قد تركت أثراً فيه وصقلت شخصيته في سنيه المبكرة. لا تزال الأسطورتان الأكثر شهرة التي أنشدهما هؤلاء المغنون محفوظتين، وهما الإلياذة والأوديسي من تأليف الشاعر هوميروس الأسطوري. تروي هاتان الملحمتان أحداث معارك طاحنة وصراعات دموية يبرز الأبطال في وسطها. إنهم شخصيات أسطورية كسبوا بفضل جبروتهم سلطة وعظمة.
كان الأبطال بحسب تعريفهم أصحاب أعمال عظيمة. كلما ازداد عدد الرؤوس التي قطعتها والنساء اللواتي فضضت بكارتهن، عظم شأنك البطولي. الفن الإغريقي غني بصور الأبطال. كانت هذه الشخصيات الحربية والباسلة والوسيمة والعازمة على الربح المثال الإغريقي الأعلى. كانت المثالية البطولية ركن عالم الثقافة الإغريقية برمته. كان الأبطال أصحاب أعمال خارقة، وفي وسع كل شخص الطموح إلى تحقيق وضع بطولي عبر تقليد أحد الأبطال مثل أخيل. كان أخيل البطل الإغريقي النموذجي. حين كان صبيا صغيرا خير بين حياة طويلة وعادية ووميض مجد سريع على ساحة حرب. اختار أخيل الموت المبكر والشهرة الأبدية. شكلت الرؤية البطولية تلك ومثالية صاحب الأعمال العظيمة النموذج الذي تربى كلايستنس عليه. أن يعيش المرء حياة من العظمة والمجد عبر القوة والفضائل، وأن يستحوذ على السلطة والانتصار. لنفسه وحده. وأن يصبح بطلاً حقيقياً. لكن كلايستنس لم يكن الوحيد الذي حفظ عن ظهر قلب قصص الأبطال الأسطوريين. حصل تغيير كبير في منتصف القرن السادس حين سيطر رجل واحد على الحكومة وأصبح مستبداً كما دعاه الإغريق. نقل المؤرخ هيرودوتوس قصة وصول ذلك المستبد أو الحاكم الأوحد إلى السلطة. في يوم من الأيام عرج رجل وقور من النبلاء على مدينة أثينا. وقفت قربه امرأة حسناء ممشوقة القوام، زعم أنها إلهة المدينة وتدعى أثينا. طالب ذلك الرجل الجريء بتسلم السلطة في أثينا، إذ إنه على غرار أحد أبطال هوميروس ينعم بحماية إحدى الآلهات. كان المثير للإعجاب استقبال الأثينيين له بحفاوة على أنه حاكمهم الجديد، مع أن الآلهة كانت مجرد فتاة ممشوقة من قرية مجاورة. أما الشخصية البطولية فكانت رجلاً عادياً يدعى بايزستراتوس، وهو سلف كلايستنس نفسه. أظن أن بايزستراتوس كان سياسياً داهية يتربص الفرصة المناسبة لاغتنامها. ولكن بايزستراتوس ما فتئ يعزز حكمه، اتضح أن طموحاته تجاوزت بأشواط مجرد الاستحواذ على السلطة. كان بايزستراتوس رجلاً فائق الذكاء، فهم بوضوح أنه إذا ما أراد الحفاظ على سلطته في أثينا وتعزيز حكمه ونقله إلى أبنائه، وهذه كانت طموحاته بشكل جلي، وجب عليه إيجاد حلفاء. أقدم بايزستراتوس على خطوة هائلة.
توجه إلى العامة من الشعب الأثيني طلبا للدعم، مدمرا النظام التراتبية برمته بين الأرستقراطيين والعامة الذي عانى قرونا طوالا. قلل بايزيستراتوس الضرائب وأدخل نظام القروض الحرة ليعطي الشعب فرصة بناء مزارعهم. لما قدم بايزيستراتوس للأثينيين فرصة الازدهار، أطلق عجلة التحول في مدينته. مع تصاعد سلطة بايزيستراتوس، بدأنا نرى نجاح الإصلاح الزراعي على وتيرة سريعة في أثينا، وهذه نواة ستكبر وتكبر في القرنين التاليين، وستكون ثمارها غلة أكبر من العنب والزيتون. برزت أشجار الزيتون في جميع أوجه الثقافة اليونانية. من الناحية الاقتصادية تتيح للناس الحصول على زيت وتناول الثمار واستخدام زيوتها للتشحيم والصابون. إنها إذن منتوج اقتصادي مهم جدا. أنتجت الأرض حول أثينا زيتونا ممتازا، وهي الفضلة في اليونان. لما بلغ الإنتاج أوجه، وجد الأثينيون سوقا جاهزة لتسويقه، ليس في الدويلات الإغريقية الأخرى فحسب، إنما أيضا عبر البحار وصولا إلى مصر وفينيقيا وبلاد الفرس والإمبراطورية الأشورية. فقد كان موقع أثينا ممتازا للتصدير إلى جميع دول شرقي المتوسط. تتوسط اليونان مجموعة مذهلة من الحضارات القديمة، تحدها شرقا الإمبراطورية الفارسية العظيمة، وجنوبا الحضارة المصرية العريقة، وغربا الأتروريون والرومان. أما الإغريق فكانوا مشتتين. يصفهم أفلاطون بأنهم مثل النمل أو الضفادع حول بركة مياه. كان الحوض الشرقي للمتوسط السوق المثالية في العالم القديم. بدأ وكأن الجميع له ما يبيعه، بدءا بالحبوب من سكثيا والسمك المالح من البحر الأسود والنبيذ من الكروم اللذيذة على جزيرة كيوس، وصولا إلى الذهب والفضة والفن والحرفيات من مصر. وكان الجميع مستعدا للمتاجرة بغية شراء زيت الزيتون الأثيني. فيما تدفقت السلع ذهابا وإيابا من ملفي أثينا، وجد الأثينيون ثروتهم وازدهارهم في ازدياد مستمر. لكن شوارع أثينا المعتمة هي التي احتضنت أكثر نتيجة مدهشة لازدهار المدينة المفاجئ. وقدمت إرثها الفني الرائع الأول، ألا وهو الخزفيات. المذهل في الخزفيات أنها لم تكن ذات قيمة كبيرة من الناحية الفنية في تلك الحقبة، فما كان في القدور كان دوما أعلى قيمة من القدر نفسها. نستطيع أن نجد في هذه المنطقة المعروفة بكيراميكوس، أي في شارع أثينا القديم الأرجواني اللون، محل الخزفيين. كان هؤلاء الخزفيون في أدنى السلم الاجتماعي الأثيني. إن كنت خزفياً في المجتمع الأثيني، فلن أقول إنك كنت من أحقر المخلوقات على وجه الأرض، ولكنك لم تحظى طبعاً بأي احترام خاص. كان عملاً قاسياً بلا هوادة لا يحسدهم أحد عليه. كانت الخزفيات أساسية في العالم القديم منذ مئات السنين، فقد استخدمت في الطهو ونقل الزيوت والطعام، لكنها كانت دوما بسيطة التصميم، قائمة على الأشكال الهندسية الأساسية المنقولة عن الفن المصري والأشوري.
ولكن فيما كان الخزفيون الأثينيون يزينون أعمالهم، راحوا يطورون أسلوباً جديداً كلياً في الرسم. إنها لمسة منعشة وطبيعية لم يرى العالم مثيلاً لها من قبل، أسلوب لا يزال يثير الإعجاب إلى اليوم. بات اليوم عادياً أن تباع زهرية إغريقية في أسواق التحف القديمة بملايين الدولارات. ولو كان لصانعي تلك الخزفيات أي فكرة عن المبالغ الطائلة التي ندفعها اليوم، لوثبوا من قبورهم غضباً أو جدلاً. يبدو أن هؤلاء الخزفيين الأثينيين لم يكونوا مندفعين إلى فكرة إنتاج فن سرمدي، وإنما إلى التنافس فيما بينهم. نجد على أحد الزهريات الفريدة هذا التعليق الفخور: أوثيميدوس ابن بولياس رسم هذه الرسمة. ثم في الأسفل: وأراهن أن أوفرينياس لا يستطيع ذلك. ذاق الأثينيون أول مرة في حياتهم طعم الحرية، وأظهروا قدراتهم على تحقيق إنجازات مذهلة. شب كلايستنس تحت حكم بايزيستراتوس. ورأى التغيير في أثينا. تحول مسقط رأسه من تجمع ريفي متواضع إلى قوة اقتصادية عالمية. لكن حكم بايزيستراتوس القائم على الاستبداد الإيجابي لم يدم إلى الأبد. عام 527 قبل الميلاد ووري في الثرى ورقد هنا في المقبرة الأثينية. تسلم ابنه هيبياس الحكم من بعده. في البدء مشى هيبياس على خطوات والده فحكم أثينا بعدل. ولكن سرعان ما اكتشف الأثينيون الوجه الفظيع للاستبداد. يخبرنا المؤرخون أن أخ هيبياس اختيل عام 514 قبل الميلاد. من شدة حزن المستبد ومرارته تغير تصرفه جذرياً. لم يأمر هيبياس بإعدام القتلة فحسب، وإنما عذب إحدى زوجاتهم حتى الموت. كما وصف أرسطو انزلاق الحاكم نحو الجنون. بعد ذلك أصبح الاستبداد أكثر قسوة، إذ إن هيبياس أصدر أحكام إعدام ونفي عدة انتقاما لأخيه. اسود قلبه وبات يشك في الجميع. اندثرت الآن الحريات التي نعم الأثينيون بها تحت حكم بايزيستراتوس. ساد الآن في أثينا استبداد حقيقي بالمعنى المعاصر للكلمة. تسلم بايزيستراتوس مقاليد الحكم خدمة لقضية، وانحصرت الآن قضية ابنه في الحفاظ على حياته. باتت الآن حياة كلايستنس محفوفة بالمخاطر. إذ إن الدكتاتور المجنون عرف أن التهديد الحقيقي لسلطته ينبع من هنا، من العالم الأرستقراطي. وسرعان ما أثبتت صحة مخاوف هيبياس.
مع تزايد حدة الاستبداد بدا الوقت الآن مناسبا. قرر كلايستنس أن يرفع هذا التحدي الهائل. سيحاول أن يطيح هيبياس ليتسلم وعائلته الحكم. لا شك في أن طموح كلايستنس إلى ترك بصماته على الساحة قد تشربه وهو يافع. تشربه من قصص الأبطال وتصميمهم على النصر وتسديد الضربة في الوقت المناسب. كاد ذلك أن يكون إنجازاً لكلايستنس. حاك كلايستنس مؤامرة لإطاحة المستبد. حوصر هيبياس في معقله وألقي القبض عليه ونفي عن أثينا إلى الأبد. كان ذلك عام 510 قبل الميلاد، وأصبح كلايستنس وقت ذاك أحد أكثر الرجال سلطة في أثينا. حقق الأساطير البطولية التي ترعرع عليها منذ طفولته. لكن المجتمع الإغريقي كان في طور التغيير. لم تعد الشعلة البطولية التي ألهبت قلب كلايستنس محصورة بالنخبة، بل تسربت إلى كل طبقة في المجتمع الإغريقي. هذه أولمبيا في جنوبي اليونان. يتجمع الرجال القادمون من أنحاء اليونان هنا كل 4 أعوام ليتباروا في منافسة رياضية كبيرة. هذا كان مهد الألعاب الأولمبية الحديثة. كانت الألعاب الأولمبية بالنسبة إلى الكاتب الرحالة بوزانياس محور أي زيارة إلى اليونان. كثيرة هي المواقع الجديرة بالمشاهدة في اليونان، وكثيرة هي الأعاجيب الجديرة بسماعها، ولكن ليس هناك نعمة أكبر من الألعاب الأولمبية. أسست الألعاب الأولمبية عام 776 قبل الميلاد، أي قبل 2 قرن على ولادة كلايستنس. ثم نظمت منافسة خاصة بأكثر اليونانيين ثراء. ولكن الألعاب كانت قد تطورت على عهد كلايستنس وأتاحت المشاركة للجميع. بات ممكنا أن يتسابق رجل من النبلاء وخزفي وملك وبائع سمك. أعطت الألعاب الأولمبية كل إغريقي فرصة إبراز مزايا بطولية خاصة بأبطال هوميروس. ترقى جذور المنافسات إلى المهارات المطلوبة على ساحات الحرب القديمة، من التسابق بالعربات إلى الركض والمصارعة والملاكمة. لكن أي جائزة مادية لم تقدم، بل كانت هذه الأخيرة عبارة عن إكليل من الزيتون وشهرة في أرجاء اليونان. سيحيط بالرابح حشد غفير من الإغريق المجتمعين بسلام، وهو الحشد الأكبر الذي سيراه في حياته. لعل نحو 40,000 إغريقي كانوا يتجمعون لمشاهدة الألعاب الأولمبية. كان اليونانيون يسافرون مئات الكيلومترات لمشاهدة الألعاب الأولمبية. وفي أثناء المهرجان كانت الخيام تغطي الأراضي المحيطة بالملاعب. لكن الألعاب كانت أساساً خبرة ذكورية، فقد منعت النساء من المشاركة ومن دخول الملاعب أيضاً. أما بالنسبة إلى الرجل الإغريقي فشكل الربح الشعلة المنيرة في حياته مهما كان أصله أو طبقته.
تعيش لحظة عابرة من المجد والشهرة الهائلين، وهذا تحديدا ما عظمته المنافسة الثقافية اليونانية أكبر تعظيم. لعل الإغريق وجدوا هنا طريقة متحضرة لإرضاء تطلعهم إلى المثالية البطولية. بنوا تلاتوبية مبنية على الأهلية والمهارات الفردية، حيث تكون فرصة الربح من نصيب الجميع. لكن هذا العالم الذي استطاع أي فرد فيه تحقيق الربح قد جعل أثينا أقل ثباتاً، ما إن تسلم كلايستنس مقاليد الحكم حتى وجد الآخرين يتآمرون عليه. كانت البطولة هنا تهدف إلى أمر واحد، وهو أن تستلم السلطة متى وكيفما استطعت. نصت القاعدة الوحيدة على أن تحارب وتحصل على ما تستطيع يداك الإمساك به. عليك أن تدخل ذلك المكان وتثبت أنك جدير بالربح. كان إيزاغورس أكثر الرجال طموحا إلى التآمر على كلايستنس. كان إيزاغورس أرستقراطيا أثينيا آخر، تربى هو أيضا على أن السلطة من حقه. لكن إيزاغورس عرف أنه لن يستطيع الوصول إلى السلطة وحده. أقدم إيزاغورس على خطوة لا سابق لها، فاتجه إلى خارج أثينا بحثا عن الدعم. بعث برسالة إلى الإسبرطيين، وهم أكثر المحاربين مهابة في اليونان. كان إيزاغورس صديقا قديما للإسبرطيين. يحكى أنه شارك الملك الإسبرطي في سرير زوجته. أمن الإسبرطيون مباشرة قوة من أكفأ الجنود لدعم إيزاغورس في سعيه للسلطة ولمساعدته على خيانة مدينته. كان إيزاغورس يجازف مجازفة كبيرة، فقد أحضر إلى مدينته الدولة العظمى في اليونان، وكان واضحاً أنه نوى تحويل أثينا إلى دويلة تابعة لإسبرطا. نفذ إيزاغورس مع القوة السبارطية إلى جانبه انقلاباً كبيراً وسيطر على الحكم في أثينا. سيحكم وجنوده من أعلى نقطة في المدينة، من القلعة فوق حصن الأكروبوليس. كان الأرستقراطيون الآخرون الأهداف الأول للمستبد الجديد، وعلى رأسهم كلايستنس. طرد أكثر من 700 عائلة من أثينا، بما فيها أسرة كلايستنس نفسه. سيغادر كلايستنس مدينته مرة أخرى على يد ديكتاتور مستبد، وسيحكم هذا الأخير الآن بدعم أكثر قوة مهابة في اليونان، وهي الإسبرطيون. بدت تعاليم الطفولة كلها كلاما كاذبا بالنسبة إلى كلايستنس. تربى ليكون أرستقراطيا وحاكما. وليحاكي أبطال الأساطير. لكن ذلك كله أفضى إلى الصراع والعداوة والموت والنفي. وراحت النخبة الأرستقراطية تتنافس على السلطة. كيف تتمكن أثينا يوما من الخروج من نفق العنف غير المجدي هذا؟
لكن حتى فيما كان كلايستنس يتلوى ألما في المنفى، هز حدث مهول أثينا. على غرار أبطال الأساطير، أمسك الشعب الأثيني بقدره بيده. فانتفض وثار، اختبأ إيزاكورس مع حلفائه الإسبرتيين في معقل فوق الأكروبوليس، وهو المكان الأعلى في المدينة، ولكنهم لم ينجحوا هناك حتى في الفرار من فورة غضب الشعب الأثيني. صمد إيزاكورس يومين وليلتين في وجه هذه الانتفاضة الهائلة، إلى أن أجبر في صباح اليوم الثالث على الاستسلام. كان ذلك عام 508 قبل الميلاد. كانت هذه خطوة أثينا الأولى نحو الإمبراطورية والمجد. انقلب الشعب للمرة الأولى في تاريخه المدون على حكامه، وسيطر على الحكم. كانت أثينا حين ذاك تحت سيطرة الحشود الصاخبة. انتفض الشعب من دون قيادة منظمة، والسؤال الذي طرح بعد ذاك هو: ماذا سيحصل الآن؟ في هذا الفجر الجديد، تطلع الشعب الأثيني إلى رجل واحد أكسبته حياته وخبراته وخيبات أمله رؤية خاصة. دعي كلايستنس من المنفى ليشكل حكومة. حين عاد كلايستنس إلى أثينا بعد طرد الإسبرتيين، واجه تحدياً هائلاً. لم يكن وارداً أن يعين مجموعة من الأرستقراطيين في الحكم مجدداً، ولم يكن وارداً أن يحكم حكم المستبد. تعين على كلايستنس أن يصمم حلاً ثورياً حكومياً لوضع سياسي ثوري. كانت مشكلة كلايستنس إيجاد طريقة تعطي الأثينيين حق تقرير مستقبلهم، وقد عرف أن ذلك الحق بات ضرورياً لهم الآن. على هضبة أثينية حفر مكان لقاء شاسع في الصخر العاري. يستطيع مواطنو أثينا الاجتماع هنا في ظلال الأكروبوليس ومناقشة مستقبل مدينتهم. على هذه الدرجات بالذات تمكن الأغنياء والفقراء على حد سواء من الاجتماع والتوجه إلى مواطنيهم. هذا مهد مجلس العموم البريطاني والكونغرس الأمريكي والبرلمانات في جميع أرجاء العالم. وفيما كانت الحكومات تقرر بقوة السيف، وضع كلايستنس هذا التصويت البسيط. ترمز الحصاة البيضاء إلى الموافقة والحصاة السوداء إلى الرفض. بهذه الفكرة الراقية والبسيطة وضع كلايستنس أساسات حكم الشعب، وهو نظام حكومي نعرفه اليوم باسم الديمقراطية. كان المجمع الأثيني العظيم يلتئم كل 9 أيام للتصويت على مسائل تغطي إدارات الدولة كلها، من جباية الضرائب إلى بناء الطرق
وأسعار التين إلى إعلان الحرب. الديمقراطية الأثينية مختلفة جداً عن ديمقراطيتنا. يشعر المواطن الأثيني بأنه قادر على إحداث تغيير، ما عاد لكلمتي نحن وهم من وجود، وما عاد من حكومة منفصلة عن جسم المواطنين الأثينيين فهم الحكومة. مثلت الديمقراطية تغييراً جذرياً، قلبت ثقافة نخبوية وبطولية رأساً على عقب، وبات الشعب الإغريقي غير الأرستقراطي وغير الثري قادراً على أن يكون بطلاً في السياسة. كان نظاماً حكومياً سيحول هذه المدينة الصغيرة تحويلاً جذرياً، ويطلق أعظم عملية حضارية في العالم. لم تأتي هذه الديمقراطية وهذا الازدهار الثقافي العارم من العدم. أظن أن الديمقراطية تطلق بحق القدرات الإنسانية من عقالها وتجعلها واقعية ولا تضاهى. أخذ الأثينيون الإنجازات العظمى في العالم القديم وحولوها. نقلوا أهرامات الفراعنة وهياكلهم الهائلة وبنوا على أساسها هندسة خلابة. أخذوا الأساطير والروايات من الشعراء الرحالة وحولوها إلى مسرحيات ترفيهية لمدينة برمتها. وستقولب المنحوتات الصخرية الأشورية والمصرية بحميمية وإحساس لا يزالان يحركان المشاعر إلى اليوم. ولكن فيما كانت ديمقراطية كلايستنس تزداد قوة، برز خطر جديد في الشرق، وهو الإمبراطورية الفارسية العظمى. شكل الفرس القوة العظمى في ذلك العصر، أنشأوا إمبراطورية امتدت من الهند إلى المتوسط. لكن فيما اكتسبت أثينا قوة وثقة، أدرك الفرس أن هذه الدويلة على حدودهم الغربية ستشكل قريباً خطراً عليهم. حشدوا قوة من 30,000 رجل لغزو اليونان مباشرة. ستواجه ديمقراطية كلايستنس اليانعة الامتحان الأعظم في تاريخها.